سلام الغزالات، اميرتي الفنانات اللي منوري ليا الحياه. نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم كاملين في كيدنسا مع شهرزاد. اليوم ان شاء الله غادي يكونوا معنا جوج ديال القصص، الاولى غتسمعوها دابا والثانيه بعد قليل. بغيت نقول لكم ان قصتنا الاولى كتخص بزاف ديال العيالات، نبغي التعاليق ديالكم والاراء والتجارب، واللي عندها شي حل ولا شي طريقه اللي تحل بها هذا المشكل ما تبخلش وتشاركها معنا. الغزالات ديالي ما نزيدش نطول عليكم وندخل مباشرة في القصة ديالنا. معكم إيمان، واليوم جيت نعود لكم حكايتي ومجرى فيها، وغادي نبدا لكم القصة ديالي في النهار اللي كانت عندي 21 عام، وبالضبط النهار اللي دخل عندي واحد الشخص جديد الفيسبوك وكان قال لي السلام. جاوبته قلت له السلام، كيداير، لاباس، شكون معايا؟ مهم تعرفت عليه. وتما قال لي انه كيقلب على شي بنت للزواج. انا في الاول السيد كان كيسحب ليا غير كيضحك وخلاص، فاش قال لي انه عايش على اوروبا قلت هذا باغي شي وحده اللي يدوز بها الوقت. المهم كنت غير شاده معاه الهضره وخايده ثقاري، ما نصيفط له لا تصاوري لا حتى شي حاجه، كنت خايفه اللي يكون غير باغي يتفلى. دوزت انا وياه مده حتى النهار اللي قال لي غادي يدخل المغرب وقال لي باغي يشوفني باش يتلاقى معايا. قلت له اسمعني يا ولد الناس، انا الخطيبيطي والدوران في صداقي ما عندي ما ندير به، كنتي باغي الحلال جيب والديك عندنا للدار نتعرفوا مع بعضياتنا وهذيك الساعه يكون خير. ايوا السيد قال لي ما طلبتي غير الموجود، وانا الصراحه عجبتيني بزاف وبغيتك الحلال. فعلا السيد كان نزل المغرب دوا مع والديه، من موراها جاو عندنا للدار. السيد شافني مباشره كنت حمقته حتى هو عجبني بزاف، الامور تيسرات تما كان خطبني، بغينا نديرو العقد ولكن الامور ما تيسراتش. السيد كان مشى وانا بقيت في دارنا، وفي هذه الفتره كنت زدت تعرفت عليه وليت كنثق فيه كثر، بغيتو من كل قلبي. المهم ما داش بزاف كنرجع للمغرب مره اخرى، طيحنا العقد، درنا العرس والسيد مشى وطلع لي الوريقات. ما كملش تقريبا واحد 6 شهور كانوا خرجوا لي الوريقات ديالي، هزني ومشيت معاه وكنا فرحانين بلا قياس. انا كنت كنبغيه هو كان كيتسطع ليا. المهم تهلا فيا ما خلى فين داني، مشينا للدار تقريبا كامله عاودتها في الفراش، كان اي حاجه كيبغي يديرها ضروري ما كيتشاور معايا فيها، الصغيره قبل من الكبيره كياخد الراي ديالي، وفي ما كيبغي ياخد شي حاجه كيديني معاه. المهم بقينا مده كان سهل عليا سيدي ربي وحملت، وبقينا هذيك الفتره ما نزلناش المغرب، هو كان نزل بوحدو شاف والديه. ايوا انا بقيت حتى ولات، من بعد بقينا كنسناو وليدي كبير، من بعد كان تعطل الكونجي ديالو حتى خرج. الوقت اللي خرج الكونجي ديالو قال لي غادي نمشيو للمغرب باش نشوفو الوالدين. انا طارت بالفرحه وعجبني الحال، جمعنا شطيتنا وجينا في حالاتنا. وتخيلوا معايا كيف وصلنا للبلاد وبالضبط لدارهم السيد سيف عليا، هذاك الراجل اللي كان كيتعامل معايا فحال المال قليل، الراجل اللي كنا كنتفاهمو غير من العينين، الراجل اللي ما كان كيدير حتى شي حاجه الا لاخذ رايي، ولا كيتعامل معايا قدام والديه بواحد التعامل اللي خايب بزاف، والراجل ولو فيه 20 ولا كينهصرني كيقلل مني على الصغيره قبل من الكبيره، كيبدا يطيح مني كينقر على ابسط الاشياء. عرفتو نقير في الصباح وفي العشيه من غير سيري جيبي ليا واري وهاكي وما تخرجيش وما ديريش والحكامات الحكامات الحكامات، لواحد الدرجه اللي ما كتتخيلش على البال. وهذا الشيء طبعا قدام عائلته خواتاته وامه، ودائما في ما نجلسوا يقول لهم انايا ما كدير لي حتى شي حاجه، وانا اللي مقابل البنت، وانا اللي هاز الهم كل شيء، الا بغيت غير نتقدى خصني نمشي انايا، ما تقدرش تمشي بوحدها. وانا فاش كنكون معاه على برا كنقول له نخرج نتقدى، كيقول لي نمشي انا وياك، ماشي انا اللي كنتسناه. المهم السيد كيبغي يبين ليهم انني انا حاشيه وما كنعرف ندير والو، وهو اللي راجل وهو اللي هاز المسؤوليه وهو اللي كيحكم، وانا ما عندي لا سلطه، ما نقدر لا نهضر لا نتنفس قدامه. انا ما نكذبش عليكم، ما عجبنيش الحال وما عجبنيش هذاك التصرف، حيت كان كيهيني كامرأة. واللي كان كيزيد يصدمني في هذيك المده هي الوقت اللي كنكون انا وياه الراس في الراس، وكيتعامل معايا بحال المال قليل، كيقول لي انا ما نقدرش نستغنى عليك، انت هي الحب وانت هي العمر وانت هي تاج راسي وعمر الدار، وديك الهضره الخاويه. انا ما بقيتش عارفه واش هاد الراجل عنده انفصام في الشخصيه، واش دايرين ليه شي سحور، واش من هادوك الرجال اللي كيبغي يبين الرجوله ديالو فاش كيهين المراه. المهم صبرت وقلت ماشي مشكل المجيه الاولى بلا ما نول صداع الامور بحال هكا بحال هكا. دوزنا هذيك الفتره هزينا راسنا ورجعنا في حالاتنا. جلست انا وياه وقلت له الشريف هذاك الشيء اللي طرا في المغرب ما عجبنيش، علاش كنتي كتصرف معايا خايب بحال هكاك؟ السيد ضربها بنكره وقال لي على مالي شنو كنت كندير لك؟ لا حق انت باغا تحكميني، لا حق انت باغا تبهدليني قدام عائلتي، انا ما درت والو. المهم بقى كيديني وكيجيبني بالهضره، وشويه بدا كيحزر فيا والموضوع تسد هذيك الساعه، وقلت له ربما
مرحله ودازت وما عمرها ما غادي تعاود. نسيت الموضوع ورجعت مع الحياه الطبيعيه، الراجل كيتشاور معايا، كيتعامل معايا مزيان، الامور كامله كانت ميسره. ايوا دازت فتره سيدي ربي سهل عليا وحملت مره اخرى، والراجل ما غاديش نكذب هو اللي كان هازني، هو اللي كان موحمني، اللي تشهيته كيطيبها ليا. كيف ما كنقولوا الراجل ما تختاري في الرجال غير هو، وكيتعامل مزيان. مهم ولات بخير وعلى خير، من بعد غادي ننزلوا للمغرب، وكيف حطينا عاوتاني رجلينا في دارهم نفس المشكل طرا. السيد وكيهيني كيقول لي انت دايره كالخطيه، انت ما كتعرفي ديري والو، لغوات صداع فيما نكونوا مجموعين مع عائلته، بدا يغوت عليا ويقول لي مثلا نودي جيبي، مالكي جالسه، نودي عاوني امي، ديري فعلي، مالك غتخرجي، لا ما تمشيش. عرفتوا هذيك كيبغي يمارس عليك هذيك السلطويه ديالو، وكيبغي يبين راسو انه راجل وانتيا ما كتفنفنيش قدامه. ايوا انا طلع لي الدم وما عجبنيش الحال، وتزيرت بلا قياس، خليته حتى مشيت لدارنا وقلت له الشريف التصرف اللي تصرفتي معايا قدام والديك راه ما تصرف ما والو، انت كتعرفني درويشه وكتعرفني صباره وكتعرفني انني زعما نقدر نميك على بزاف الحاجات، ولكن فاش كتوصل للمرحله الكرامتي الا. قال لي على مالك وشكون اللي وصل لك كرامتك، على مالي انا شنو درت لك؟ قلت له انت هنتيني قدام عائلتك وبالطريقه اللي كتصرف معايا حتى عائلتك ما عمرهم ما غيحترموني. ايوا باش يعترف ويقرب هذاك الشيء اللي قال عاد ما زاد فيه، وقال لي واش انت باغا ترديني وليا؟ واش انت باغا تحكمي فيا؟ واش انت باغا ترديني خدام عندك ولا شنو؟ انا ما قلت لك حتى شي حاجه. مهم وبدا كيغوت، انا حيت كنت جايه عطله وكنت في دارنا ما قدرت نقول ليه حتى شي حاجه. واخا ما نكذبش عليكم، واحد العقل كان كيقول لي نخليه ليه ولادو ونقول له سير الله يسهل عليك، انا مابقى عندي ما نقش درب هذا الشيء ونمشي ونخليه، ولكن نعلت الشيطان وصبرت ويسرت الامور، دوزنا هذيك العطله ورجعنا في حالاتنا. ايوا رجعنا بقينا عاوتاني عايشين. السيد كيف قلت لكم كيف كنوصلوا لهذيك البلاد وكيولي واحد الراجل اللي غزال درويش والله يعمرها دار ويتشاور معاك وكل شيء. ايوا بقينا هكا، كان جات كورونا ما نزلناش، من موراها كنزل هو دابا البنات عندي، وقال لي واش دير راسك باش ننزلوا للمغرب. ايوا الناس فاش كيعرفوا راسهم غادي ينزلوا للمغرب كيفرحوا وينشطوا، الا انا من النهار اللي قالها ليا وانا شاديني القفقافه هز الهم النهار اللي غنوصلوا عند والديه والحرب والقتال اللي غيدوز عليا. ما نكذبش عليكم ما بقيتش عارفه واش غنبقى واش غنقدر نصبر ولا لا. انا ما كيعجبنيش الحال كيفاش كيتصرف معايا هكاك، وكيفاش كيهيني، كنشوف بعيني اخوته كيفاش كيتعاملوا مع عيالاتهم، كيحترموهم، كنشوف خواتاته رجالاتهم كيتعاملوا معاهم مزيان، يتشاوروا معاهم يخرجوا، الا انا من النهار اللي كنوصل عندهم للدار وهو حقرني ومبهدل بيا وكيتعامل معايا واحد التعامل خايب، بغى يخرج يخليني ويخرج ما يخرجنيش معاه، وكيقول لي احقه محقه ياك ديما انا معاك لاش تخرجي معايا حتى دابايا، كيبغي بيا لوالديه. ما فهمتش انا هذا الراجل ما بغاش يتفهم ليا، انا بغيت غير نعرف واش غير راجلي اللي يدير بحال هكا ولا حتى رجالاتكم، وكيفاش نتصرف مع راجل بهاد العقليه؟ كيفاش نشرح ليه انه الا تعامل معايا مزيان راه غيتسمى راجل ماشي ما غيتسماش راجل، الا تشاور معايا هادشي ما غيطيح منه حتى شي حاجه. كنعيا ما نشرح ليه ونعيا ما نقول ليه شوف اختك كيفاش كيتعامل معها راجلها، شوف ماما كيفاش كتعاود على خوك، شوف، لان انا كنشوف بعيني امو كتقول لينا اخت بنتي راه خرجت مع راجلها، راه سافرت مع راجلها، راجلها دار ليها، راجلها فعل ليها. كنشوف خوه كيفاش كيتعامل مع مرتو، كيفاش مكبر بيها، ما عمر ما غوت عليها قدام الناس، وانا راجلي تبهدل اللي كيبهدلني ما نعاودش لكم عليها البنات. واللي فيا واللي ما فياش كيحطوا فيا، الا دوينا على الطياب يقول لنا ما كنعرف ندير حتى شي حاجه، دوينا على التاويل يقول لي انت ما كتعرفي لا صواب لا تاويل، ودائما حقرني ودائما منقص مني ودائما مغوت عليا والنقير والصداع، واولادي هما الاخرين. شي لا شي واحد فيهم مثلا دار شي قباحه ولا طيح شي حاجه كيدور فيا وكيقول لي انت اللي مدسراهم وانت اللي ما مربياهمش وانت يا فاعله وانت يا تاركه، والحاجه اللي ما درتهاش انا ما دارش، وانت يا مالكي تابعاني في كل شيء، وانت يا مالكي وليتي دايره كالخطيه. عرفتوا واحد الهضره اللي ما تقدريش نهائيا تصبريها. انا ما نكذبش عليكم وليت خايفه بزاف هاد المره الا نزلت نوض مع الصداع قدام عائلته، وانا عارفه راجلي ما غاديش يرضى، ما عرفتش كيفاش نتصرف. هذاك الشيء علاش جيت حتى انا نشارك معكم قصي ونقول لكم كيفاش نتعامل مع هذا الراجل وكيفاش نخليه يتعامل معايا مزيان قدام عائلته.
الحصرة الغزالات هذه هي القصة اللي وصلتني والقصة اللي متأكدة أن بزاف تنسى كيعانيو منها. هاد السيدة عايشة على عايشة في أوروبا وكتنزل المغرب وراجلها كيف ما سمعتو كيف كينزل كيتعامل معها بواحد الطريقة خايبة قدام عائلته، ولكن راه كاينين بعيالات اللي هنا في المغرب كتلقى مثلا ساكنة في مدينة وعائلته في مدينة وبعد مرات كتلقيهم ساكنين في مدينة وحدة، كتقولك راجلي كيكون معايا مزيان كيحترمني كيتشاور معايا ولكن كيف كنوصلو قدام عائلته كيتسيف وكيولي راجل اخر، كيولي كيحقرني كيولي كينقص مني كيولي كيتعامل معايا خايب. هادشي كامل باش يبين لعائلته انه راجل وانه هو المسيطر. انا بغيت نعرف واش هاد المشكل مشكل ديال التربيه وحنا اللي مسؤولين عليه، حنا اللي كنربيو ولادنا على اساس انه خاصو يحكم، خاص المراه ما تفنفنش قدامه، خاصو ما يتصرهاش، ولا المشكل ديال المجتمع والنظره ديالو؟ حيت بزاف الناس حنا كنشوفوهم فاش كتلقاي مثلا شي راجل مفاهم مع مرته كيتهلا فيها كيتعامل معها مزيان كنقولوا المراه حاكمه. علاش ما نقولوش مفاهمين؟ علاش ما نقولوش متواتيين؟ علاش ما كنقولوش انهم كيتشاوروا مع بعضياتهم وهذا ماشي عيب؟ علاش دائما الراجل اللي كيتعامل مع مرته مزيان كنقولوا انه راجل المراه، وفي اغلب الاحيان كنقولوا انها ساحره ليه، والراجل اللي كيغوص على مرته وكينصرها وكيطيح منها كنقولوا هذاك راجل حاكم مرته. انا ما عرفتش علاش الناس هذاك الشيء اللي كيبغيو لبناتهم ما كيبغيوش بنات الناس. علاش كتبغي بنتها تعيش مع راجلها مزيان ولكن ولدها كتبغي يحقر مرتو كتبغي ما يخرجهاش كتبغيها دائما تبقى تحت الصباط، ولا مشات حتى مثلا تعامل معها الراجل مزيان كتقولوا احقا ولدي راه مرتو ساحره عليه. هاد القصه كيف ما قلنا ما عرفناش حنا العجوزه شنو كتقول في الموضوع، اللي عرفنا ان الراجل هو اللي منه المشكل. صاحبه القصه كيف ما قالت لكم دارت معاه جميع الحلول، هضرات معاه دواس معاه بالسياسه، قالت لك راجلي فاش كيكون تما كيتعامل مزيان ولكن كي كيجي المغرب كيتسيف، ما عارفاش بالضبط كيفاش تصرف. الغزالات ديالي الا كانت شي وحده فيكم داس من نفس التجربه، الا شي وحده فيكم عندها شي نصيحه ما تبخلش علينا بها، واللي داس من نفس المرحله او لا عندها شي راجل بحال هذا الراجل ضروري ومؤكد شارك معنا القصه ديالها في التعاليق. الغزالات ديالي ما بقى لي الا نقول لكم ما سخيتش بكم، نتلاقاو ان شاء الله في قصه جديده بعد قليل. السلام عليكم.